بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. كثير من الناس يسألون من هو المجرم الحقيقي، الشيطان أم النفس؟ الحقيقة أن النصوص الشرعية يا أحباب تذكر غواية الشيطان للناس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم فبعزتك لأغوينهم. إذن الشيطان أخذ على عاتقه أن يغوينا، لكن نفس الإنسان، النفس البشرية تتحمل المسؤولية عن اتباع هذا الشيطان، وعن السير في طريق هذا الشيطان، وعن استماع كلام هذا الشيطان. نعم أيها الإخوة، هناك الحقيقة حرب بين الإنسان المكلف، بين الجن المكلف وبين الشيطان. الشيطان لا يسره أن يراك عابدا متبتلا، الشيطان عاوزك تفوت جهنم معه، ولذلك هو يزين لنفسك. والنفس هي مجموع الروح والجسد، النفس هي مجموع الروح والجسد، ولذلك الشيطان يشتغل على روحك ويشتغل على جسدك، وأنت الذي تحدد مسار الحرب بينك وبين الشيطان. أنت الذي تحدد إن كنت قويا على منازلة الشيطان فتخزيه وتذله، أو أنك يعني قابل للانقياد إلى هذا الشيطان. وهذه قضية مهمة وقضية مصيرية يا أحبابي. ابتداء، النفوس ثلاثة. هناك نفس أمارة بالسوء، وهي التي تلح على صاحبها بأن يفعل الموبقات والمعاصي، تصغر المعاصي في نفسه. ولذلك علماءنا قالوا: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. إذا ارتكبت كبيرة ولكنك رجعت إلى الله واستغفرت وتبت وعزمت على ألا تعود، فإنها تتحول إلى أجر لك وتتحول إلى رقي في روحك. لكن لو أنك عصيت الله معصية صغيرة وأصررت عليها لأنها صغيرة، فإنها كبيرة. لأن علماءنا قالوا من قديم: إذا أردت أن تعصي الله، اسمع، إذا أردت أن تعصي الله فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. Understand يا أبويا؟ إذا أردت أن تعصي الله فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فإذا عرفت عظمة هذا الذي تعصي، فإن المعاصي كلها في حقه كبيرة. ولذلك لا تسمح لنفسك أن تتجرأ على هذه المعصية، مهما كانت بسيطة ومهما كانت يسيرة ومهما كانت غائبة عن أعين الناس، لأن في هذا والعياذ بالله سوء ظن بالله تبارك وتعالى. هذه النفس الأمارة بالسوء التي تلح على صاحبها أن يفعل المعاصي واحدة تلو الأخرى ولا يرعوي. هناك نفس أعلى وأرفع منها منزلة، وهي النفس اللوامة. هذه نفس تفعل المعاصي ولا تقدر على كثير حرب مع هذه المعاصي، ولا تصمد أمام غواية الشيطان كثيرا، ولكنها مع ذلك أوابة رجاعة كثيرة الذنوب، ولكنها تعود فتسترجع. وهذه لوامة تلوم صاحبها: لماذا فعلت كذا؟ خلاص لا تفعل في هذه المرة. ثم يعود، ثم يلوم نفسه، ثم يعود، ثم يلوم نفسه، وهكذا هو في صراع دائم مع الشيطان، لكن في قلبه حياة، في قلبه حياة. هذه الحياة تظل تذكره بأنه عصى وبأنه يجب أن يتوب. وأرفع منهما، أعظم من النفس الأمارة بالسوء،
والنفس اللوامة أعظم منها النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى رحمة الله، اطمأنت إلى مغفرة الله، اطمأنت في جنب الله، تحس أن القرآن يطمئنها، يزيدها طمأنينة. إذا اضطربت حال هذه النفس لجأت إلى الله، تقرأ القرآن، تصلي، تقوم الليل مطمئنة بفهم معاني القرآن، فهم معاني السنة، مطمئنة بالقبول بالقضاء والقدر، مطمئنة بما أعطاها الله عز وجل من رزق قليل كان أو كثير. هذه النفس المطمئنة هي النفس العالية، النفس الرفيعة، هي النفس التي تصل إلى درجة الإحسان. تعرف الحديث المشهور المعلوم على ألسنة الناس أن سيدنا جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عنده ووضع ركبتيه إلى ركبتيه وكفيه على فخذيه وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. قال: وما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شفت؟ هذا هو الإحسان. الإحسان إنك تتعامل مع الله عز وجل كأنه أمامك. صحيح أنه لا يمكن أن يرى الله في الحياة الدنيا، ومن ادعى أنه رأى الله يقظة كفر، كفر. لذلك الله عز وجل لا يمكن أن يرى، لكن أنت ترى عظمة الله، ترى كبرياء الله، ترى إحاطة الله وهيمنة الله، ترى عزة الله تبارك وتعالى، فترعوي عن ذنوبك وعن معاصيك، فتصبح حين تتعامل مع الناس وحين تتعامل مع الله عز وجل كأنك ترى الله بعينك، بعينك. أنتم فاكرين المرأة التي استمع إليها عمر وهو في عسسه في الليل، كان بلف يتسمع أخبار الناس مشان يشوف رعيته اللي مش قادر يوصل له، واللي ما بده يرفع له ظلامته، واللي ما بده يحكي له عن فقره وفاقته. كان يصحب غلامه ويدور بين بيوت الناس ليرى أحوالهم. فاستمع مرة، والقصة كلكم تعرفوها، كلكم تعرفونها، لما قالت امرأة لبنتها: يا بنتي اخلطي الحليب بالماء. قالت: يا أم، ألم تسمعي منادي أمير المؤمنين ينهانا عن أن نخلط الحليب بالماء؟ قالت: يا بنتي، وهل يرانا عمر؟ قالت: يا أم، إن لم يكن عمر يرانا فإن رب عمر يرانا. سيدنا عمر علم البيت، علم وحط عليه طبشورة ولا اللي هو بحجر من الأرض بالمتاح وراح. فلما عرف أهل البيت قال: أريد جمع أولاده، يا بتتزوجها البنت، واحد منكم بتزوجها، يا إما ما بتتزوجها أنا بدي أتزوجها. فتزوجها ولده عاصم، وكانت هذه البنت جدة عمر ابن عبد العزيز لأمه. تخيلوا، تخيلوا النطفة المباركة، تخيلوا المراقبة العظيمة. هذه عبدت الله كأنها تراه، هي لم ترد أن ترى عمر أو غير عمر، هي راقبت الله في ولي الأمر، في أمر ولي الأمر. فكان لها ما كان من العز ومن الذرية، وهذه الذرية الحسنة والصالحة، عمر بن عبد العزيز الذي يعد خامس الخلفاء الراشدين. من هذه النطفة كان عمر. والقصص والله كثيرة يا أخوان. النفس هذه لما أنت ما بتطيعها، كذلك يقال عن والد أبي حنيفة اللي كان يمشي بين بساتين عجبة تفاحة، يعني غمزة التفاحة، فمسكها هيك ومن بستان أحد الناس وقضمها قضمة، ثم تذكر قال: الله أكبر، ماذا فعلت؟ لعل صاحب هذا البستان لا يسامحني. فأخذ على عاتقه أن يبحث عن صاحب البستان حتى وجده. وشدك؟ شو فيك؟ قال له: والله يا رجل، إني أنا أخذت تفاحة من بستانك دون أن أستأذنك وقضمت منها قضمة، وبعدين اتذكرت، الله يلعن إبليس. قال له: شو بدك؟ قال له: بدي تسامحني. صاحب البستان قال لك: أنا وقعت على كنز. معقول؟ معقول في الدنيا؟ طبعا كانوا أيام خير، والله كانوا أيام خير، أيام سيدنا أبو حنيفة. أبو حنيفة توفي 150 هجرية يا أخوان، يعني في منتصف القرن الثاني الهجري. كانت الناس بخير، كانت الناس بخير، نفس السنة اللي ولد فيها الشافعي رحمه الله ورضي عنه.
صاحب البستان قال لك أنا وقعت على كنز، تعال أنا بسامحك بشرط. قال له شو شرطك؟ قال له بتتزوج بنتي ولا تفرح، بنتي عمياء خرساء مقعدة. قال له موافق. قال له بدون ما تشوفها قال له موافق، لأنه يخطب الآخرة. إيش ما تكون عجيبة مش عجيبة، هو عاوز المغفرة. فلما زفت إليه زوجه وإذا بها جميلة مكملة كمالا بشريا، الزلمة ارتعضت فرائصه وارتعش ورجع، قال هاي مش مرتي. قال له بل هي زوجك، إنما قصدت أنها عمياء عن الباطل، وأن يدها لا تمتد إلى حرام، وأن رجلها لا تمشي إلى حرام، بارك الله لك في زوجك. هذا والد أبو حنيفة. فكان من هذين الزوجين المباركين رجل أعز الله فيه الفقه الإسلامي، أبو حنيفة، هذا الإمام الذي يسمى الأعظم، وهو إمام أعظم بحق. هذا أبو حنيفة اللي قال عنه الشافعي: كل الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، كل الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. ولما راح زاره في المسجد اللي مدفون فيه في العراق صلى على مذهبه وهو مجتهد، فلما سألوه قال: أفعل ذلك احتراما للإمام أبي حنيفة وهو شيخ شيخه. الإمام الشافعي تتلمذ على محمد ابن الحسن، تلميذ أبي حنيفة المباشر. تخيل، هذه هي النفس التي تراعي حق الله وتراعي حق الناس. فانظر إلى العزة التي يعزها الله تبارك وتعالى لهذه النفوس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والله أنا عندما قرأت هذه الآية أخذت. انظر، أنت تعيش في الدنيا 40 50 60 70 90 ثم تموت، ربما تليت عليك هذه الآية وأنت في 30 وأنت في 20 وأنت في 10 من عمرك، والقرآن بيقول لك ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أي غد؟ بكرة لسه أنا ضايل لي في اللوح المحفوظ. مثلا لو كان واحد عمره 10 سنين والله كاتب له يعيش 70 أو 80 سنة، لسه ضايل له 60، وبتقول لي ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لغد أيوة لغد، لأن سرعة مثولك أمام الله عز وجل لا تعدو مسافة غد، لأن كل آت قريب، حسابك قريب، عرضك على الله قريب. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فإنك مهما عشت، عشت ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، وغدا غدا القريب سوف تعرض فيه على الله. إذن اللي بيستشعر إنه عرضه على الله قريب، ممكن تظل نفسه متمردة عليه؟ ممكن تظل نفسه أمارة بالسوء؟ والله لو فهمنا هذه الآية لانتقلنا ليس إلى النفس اللوامة، ولكن إلى النفس المطمئنة التي توقف صاحبها عند حده. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: اقرأ كتابك، في الإسراء، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نقف مع هذه الآية بعد فاصل قصير، فلا تذهبوا بعيدا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب، وخالف النفس والشيطان وأعصهما وإنهما محضاك النصحة فاتهمي. كنا مع قوله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا الله يا الله، مشان ما تقول أنا ما عملت، أنا ناسي، لا 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 لا، كله مكتوب، كله مكتوب. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، هذا المكتوب في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في المكان الفلاني عملت، في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في المكان الفلاني عملت، هذا عمل صالح وهذا عمل سيء، وتحسب وتوزن أعمالك عليك، فنرى هل رجحت كفة الأعمال الصالحة أم رجحت كفة الأعمال السيئة. والله يا إخوان حين نذكر هذا الموقف، مو قال لك
من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. شو بدك أحسن من هيك عرض؟ والله كل العروض التجارية تخسأ أمام هذا العرض الإلهي. إذا أنت هميت بمعصية فعدلت عنها تكتب لك حسنة، إذا فعلت الحسنة كتبت 10 حسنات، وإذا فعلت السيئة كتبت سيئة واحدة. وبعدين في الحديث أن الملكين اللذين على اليمين واليسار يتجادلان قبل كتابة السيئة، أن ويقول ملك اليمين لملك اليسار أنذره أنظره أنظره حتى يتوب. شو بدك أحسن من هيك؟ يعني نعمة إلهية. أفلا أقول لنفسي وتقول لنفسك ارعوي ارعوي، فأنت أمام رب عظيم والعروض اللي عنده كثيرة. وبعدين اسمع، عمرك والآن احنا قربنا على الامتحانات المدارس والجامعات وكذا إلى آخره، يا جماعة عمرك شفت أستاذ مادة ولله المثل الأعلى بيعطيك المادة وبيعطيك الأسئلة وبيقول لك open book وopen time؟ هسه بقول لك الشحروري بيحكي باللغة الإنجليزية بتفصحن علينا. لا والله أستغفر الله وأتوب إليه. يا إخواننا الوقت مفتوح والأسئلة معلومة والأوراق بين إيديك والقرآن معروض عليك والسنة أمامك وكله متاح، وأنت تعلم أن زمن الامتحان ينتهي بالحشرجة عندما تصبح الروح في الحلقوم، هنا زمن الامتحان ينتهي. فهلا استثمرنا هذا الزمن؟ هل استثمرنا هذا الزمن؟ ترى يا إخوان الحديث الشريف أظن فيه مقال لكن معناه جميل، معناه جميل: إن الله لا يستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. بيقول شراح الحديث: أفلا يستحي ذو الشيب أن يعصي الله؟ يا الله يا الله رحمتك، يا الله رحمتك، يا الله رحمتك. نعم، أفلا يستحي ذو الشيب أن يعصي الله؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هي مشكلتنا في الهوى، في الهوى، دخل الهوى وهو حظ النفس في صلاتنا. الله أكبر، تتذكر كل تجارتك، بتتذكر كل طلبات مرتك، بتتذكر هموم أولادك، بتتذكر بنتك اللي في الغربة، بتتذكر، وبعدين الله أكبر يا رجل، الله أكبر من أبنائك وأكبر من زوجتك وأكبر من تجارتك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وبدها مجاهدة، احنا ما بنقول الأمر سهل لكنه يسير على من يسره الله عليه. واسمع، اسمع إلى قوله جل في علاه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا الله، إيه فأنساهم أنفسهم. والله العظيم إنه هذا مرئي ومسموع ومشهود في حياتنا. أنت عارف كيف بتنسى نفسك؟ أنت بتنسى التوب، أنت بتنسى تستغفر، أنت بتنسى تقرأ وردك من القرآن، أنت بتنسى تعتذر للي غلطت معاه، أنت بتنسى واجبات زوجتك، وانت بتنسي واجبات اولادك. نسوا الله فنسيهم، وبعدين كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. ولما تنسى نفسك يعني ما في توبه، يعني ما في اوبه، يعني ما في رجوع الى الله، يعني ما في استغفار، يعني ما في حراره، ما في احساس بانك غلطت. وهذه مصيبه المصائب وكارثه الكوارث، انه الواحد منا الذين وهم يحسنون، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شوف تزين له الفاحشة، تزين له الكبيرة، تزين له أعمال نفسه الذميمة. ولذلك لما نسي الله أنساه نفسه أولئك هم الفاسقون. وليش استخدم الفاسقون هنا؟ استخدم كلمة الفاسقون لأنه هذا خروج عن الفطرة، خروج عن الجادة، خروج عن الطريق الصحيح والقويم. نعم، عندما ينسى ربه وينسى نفسه يخرج خروجا مدويا. واتقوا، اسمع لي هاي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى نفس
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يروى، بل هذه الرواية الأرجح في أن هذه الآية رقم 281 من سورة البقرة هي آخر ما نزل من القرآن الكريم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه مش قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت وين؟ هذه نزلت في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف في الوقف العظمى في عرفة. لكن واتقوا يوما قالوا هذه التي انتهى بعدها الوحي ولم يعد يتنزل على رسول الله. فانظر إلى الوصية الأخيرة، الوصية الأخيرة في القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذا اليوم اللي حكينا عنه إنه قريب، ما قدمت لغد، ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلا تلم أحدا، لم نفسك، لم تقصيرك، لم بيعك لنفسك للشيطان، لم غفلتك، لم من حولك إذا كانوا قادرين أن يأمروك بالمعروف وأن ينهوك عن المنكر فلم يفعلوا. انظر إلى رب العزة والجلال يخاطبك في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا حديث صحيح في مسلم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. في ناس بظل يقول لك أنت اللي عملت فيه هيك، والقرآن حكى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما في فايدة يا عمو، ما في فايدة. الكيس من دان نفسه. لا تضع الحق على أحد، أنت المسؤول. ألم يرزقك الله العقل والبلوغ والتكليف وتتصرف بمالك كأحرص ما يمكن أن يكون التصرف؟ فماذا عن دينك؟ وماذا عن مبدئك؟ وماذا عن ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعمل ما لما بعد الموت. والعاجز، اسمع عشان أنا وياك ما نكون عاجزين، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. هذا الحديث في الترمذي. شوف يا أخوان، هذا عجز. العاجز اللي بيظل يقول أنا إن شاء الله بدي أسوي، والله إن شاء الله غير الله يفوتني الفردوس الأعلى. طب وين العمل؟ قال أنا المهم، ترى المهم النية في القلب، والمهم أنا نيتي سليمة وقلبي طاهر وما بستغيب حدا وما بكذب على حدا. طب أين أصول الدين؟ أين صلاتك المقبولة والصحيحة؟ أين صيامك المبرور؟ أين حجك المقبول والمبرور؟ أين أعمالك هذه؟ أين إحسانك للضعيف والمسكين؟ أين صلتك للرحم؟ أين برك لوالديك؟ هذا كله خارج إطار الأماني. وتمنى على الله الأماني، لا، بده يتمنى على الله بعد أن يعمل وبعد أن يخلع هواه عن عاتقيه. ولذلك هذا الذي نحن نقوله اليوم هو عدتنا غدا. اليوم يا أخواننا نحن قادرون على أن نفكر، قادرون على أن نصل إلى ما نريد، قادرون على أن نستثمر الوقت اللي الله عز وجل أعطانا إياه. وغدا والله لنندمن، كل نفس يوم القيامة نادمة. أما المحسن فيندم أنه لم يستزد، قام ركعتين في الليل، أخ يا ريتني قمت أربعة. صام يوم الخميس، يا ريتني صمت الاثنين، أو صام الاثنين يا ريتني صمت الخميس. تصدق بعشرة قروش، يا ليتني تصدقت بدينار. كلنا نادم يوم القيامة، يرى نفسه بهذه المنزلة، في هذه المنزلة العظيمة، فيندم أن لم يستزد حتى ترتفع منزلته. وأما من كان على الضلال والظلام والظلم فيندم على ضلاله وظلمه لا شك ولا محالة. يا إخواني، إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا والله
اسمع 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 هذه اسمع هذه، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي اللي قالت له السيدة عائشة: يا رسول الله، رفقا بنفسك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وانتم عارفين الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا النبي هو نفسه اللي بيقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. من أي شيء تستغفر يا رسول الله؟ أنت الطاهر النقي العظيم الذي ينزل عليه الوحي ليكون قدوة لنا، ولكي يعلمنا أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. ولذلك على كل حال، صحيح نحن لا نأمن مكر الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا على الدرب ضياء ونورا حين قال لنا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا سلام، لك الحمد ربنا، ولك الشكر على ما أعطيت ومننت وتفضلت. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيها الإخوة، أيها العصاة، أيها النادمون على معصيتهم، نعم، إذا تبنا فالله عز وجل يغفر لنا ونلقاه من غير ذنب ما دمنا لقيناه بالتوبة الصادقة النصوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، على أنفسهم، وحديثنا كله عن النفس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا لربكم وأسلموا له. هنا بالتوب ثم تنيب وتسلم ويحسن إيمانك وإسلامك. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، واجعل نفوسنا راضية مرضية مطمئنة حتى نلقاك ونلقى رسولك صلى الله عليه وسلم على الحوض، فنشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.